السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بونتك، حلقة جديدة من حلقات الربح من الإنترنت. في البداية كده يا جماعة، دي القناة أول ما تبدأ كده تخش على هنا واجهة القناة، تضغط سبسكرايب عشان يوصل لك آخر الفيديوهات، وبعد كده تضغط على الجرس اللي جنبها عشان يوصل لك إشعار بكل يعني إشعار بأي فيديو ينزل للقناة. في البداية يا جماعة هنطلع فاصل، تضغط لايك للفيديو عشان يعني حاجة بتحمسني جدا إنك تعمل لايك للفيديو، وبعد كده نرجع لكم مرة تانية. تمام، بعد ما رجعنا من الفاصل، موقع النهارده يا جماعه مش طبيعي، موقع عالمي، عالمي بمعنى الكلمه، يعني عالمي ويستاهل عليه الصراحه السبسكرايب اللي انت بتعملوه. موقع بصوا يعني للناس اللي عايزه تنجز بسرعه، والناس اللي عايزه تجمع 100 دولار في اسرع وقت. زي ما انتم شايفين ده الموقع، دي طبعا ده الداشبورد بتاع الموقع. لما انا دخلت في الموقع هنعمل لوج اوت دلوقتي عشان نعرف ازاي نسجل في الموقع، ونعرف ازاي نكسب 4 دولار في الموقع. وده طبعا ده الحد الادنى 100 دولار عشان تقدر تسحب الفلوس، وده دي كل الحاجات دي هفهمها لكم. بس لما نعمل تسجيل في الموقع هنعمل دلوقتي لوج اوت. تمام، هو ده الواجهه بتاعت الموقع. زي ما انتم شايفين الموقع بيعتمد ببساطه شديده جدا انك بتجيب ناس تسجل تحتيك، بس عن كل واحد بتاخد 1 دولار، عن كل شخص يسجل تحتيك بتاخد 1 دولار. زي ما انتم شايفين start with 1 دولار بير كليك سي بي سي، يعني كل واحد بيسجل تحتيك بتاخد 1 دولار. تمام، زي ما انتم شايفين create an account بتاخد 4 دولار في الريفرال. تمام، اول حاجه تعملها ساين اب، هتكتب هنا اليوزر نيم اللي عايز تخش بيه، وهنا الايميل بتاعك. طبعا ايميل تكون عارفه، لكن هو مش هيطلب منك تاكيد، بس الاحسن انك تاخد ايميل تكون عارفه عشان يعني لو في اي مشاكل او عايز ترسلهم او اي حاجه. باسورد، وهنا بتعمل كونفيرم الباسورد، هنا بتحط اسمك واسمك تاني اللي هو اللاست نيم، تكتب ادريس. على فكره مش لازم يبقى صحيح، بس عادي، انت كده كده هتسحب فلوسك لو يعني هتسحب فلوسك للويسترن يونيون. ايوه شباب، بيدعم الويسترن يونيون، هتسحب فلوسك على الويسترن يونيون، اكتب بالظبط الادريس بتاعك الصحيح. هتسحب فلوسك على باي بال فمش هيهمك، هتسحب فلوسك على بايونير فمش هيهمك. ايوه بيدعم بايونير وبيدعم باي بال، فيعني ايه، خلينا كده بالعقل. هتسحبها على ويسترن يونيون، اتفضل اكتب العنوان الصحيح 100%. هنا طبعا تحط البلد بتاعتك مهما كانت، وهنا تحط السيتي، اكتب اي مدينه. طبعا لو برضو هتسحب على ويسترن يونيون تكتب المدينه الصحيحه. بعد كده تعمل كريت ان اكونت، مش هيطلب منك تسجيل او تفعيل، بعد كده تعمل ساين ان على طول. تمام، هتكتب هنا اليوزر نيم بتاعك والباسورد، بعد كده تعمل ساين ان. تمام، هو ده الموقع يا جماعه، ده الريفرال بتاعك، ده الريفرال اللي هيبقى بتاعك، يعني هيبقى عندك هنا الريفرال. الريفرال ده كل واحد يسجل من عليه هتاخد انت 1 دولار. طبعا يا جماعه ما تحاولش انك تسجل من كمبيوتر تاني او حاجه كده، يعني كمبيوتر تاني ماشي، لكن ما تحاولش تغير الاي بي والحاجات دي، لان كل الحاجات دي هتتقفش وهتبقى هنا، فده هتبقى مشكله كبيره جدا، وده هيسبب في ان الايميل بتاعك او الاكونت بتاعك يتقفل بسهوله يعني. تمام، هنا زي ما انت شايف هنا 4 دولار، انا خدت ال 4 دولار ازاي؟ من ريفرال. تمام، فكل ريفرال انت لو دخلت بريفرال هتاخد انت 4 دولار وهو هياخد 1 دولار. هنا 100 دولار دي اقل حاجه للدفع، طبعا دي اعلانات للموقع وحاجات كده في الموقع. تمام، هنا التاسكس، زي ما انتم شايفين في حاجات كتير قوي مش موجوده غير لما تعمل شير للريفرال بتاعك، زي البونص برده مش موجوده، البيمنت، هنخش هنا البيمنت. طبعا التاسكس ده هتتفتح لك اول ما انت تعمل على طول، يعني حد يسجل من الرابط بتاعك على طول هتتفتح لك الحاجات دي كلها، حاجات بتزود الفلوس اللي معاك، يعني في اكتر من حاجه ممكن تكسب منها فلوس من الموقع ده. عندك الباي بال، هنا انت ممكن تحط الاسم بتاعك وبعد كده ايميلك في الباي بال، لكن زي ما انت شايف برده مش هيرضى يحط اي حاجه غير لما تجمع ال 100 دولار. تمام، هنا السبورت لو عايز تراسل الموقع، الموقع سهل جدا وما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي حاجه يا جماعه الموقع. كل اللي هتعمله انك هتاخد اللينك بتاعك تشيره على الفيسبوك، تويتر، جوجل بلس، لينكد ان، والموقع ده، اي موقع زي ما انتم شايفين اي موقع تشيره والناس تخش من على الموقع بتاعك، وهتاخد 1 دولار عن كل واحد، ما بيفرقش عربي من اجنبي، ما بيفرقش اي حاجه عن اي حاجه، بتاخد 1 دولار عن كل كمبيوتر يسجل. يعني انت لو عندك 100 كمبيوتر في 100 اي بي، يعني ممكن تاخد ال 100 دولار بكل سهوله. تمام، تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين الموقع يعني بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. عايزين بقى نرجع لنقطه في الحلقه اللي فاتت بتاعت شركه الاعلان اللي فاتت. زي ما انتم شايفين، ثواني هنا،
تمام. زي ما انتم شايفين طبعا عندي الابريشنز يعني قليل جدا، ولكن الايرننجز برضو طبعا تبقى قليله. ليه؟ لان مفيش كليكس لحد دلوقتي، مفيش اي حد ضغط الاعلانات. فانت يا جماعه اول ما حد بيضغط الاعلان بتاعك اعرف ان ده هيزود لك يعني السي بي ام بتاعك هيعلى جدا جدا جدا. لو حد بس ضغط الاعلان، اي حد يضغط الاعلان بس السي بي ام بتاعك بيعلى بيعلى الدولارات. انا امبارح كان في سي بي ام فجاه عادي وبعد كده نزل فجاه، استغربت جدا الموضوع ده، ولكن انا فهمت يعني ان ده الكليك الواحده بس بتخلي السي بي ام بيعلى جدا. زائد في موقع تاني كان في حد قال لي عليه امبارح ان انا اشرحه. الموقع ده يا جماعه انا شفته على اللي هو اللي بيعرف مصداقيه المواقع، فلقيته يعني 30% وحاجه كده، فموقع نصاب. وبعد كده ناس كتير قوي قالت ان الموقع نصاب. وبرده في حاجه برده انا قلت هجربه، مش فاكر الموقع اسمه اد هيت، ايوه ده، عشان بس نكون جاوبنا على اي سؤال الناس بتقول عليه. هنخش هنا على الساين اب اللي هو الريجستر عشان نسجل. زي ما انتم شايفين مش موجود في مصر، تمام اهو بيقول لك ان الريجستر ده مش موجود في مصر، مينفعش تسجل وانت او ناس جداد يعني من مصر. اما لو عندك اكونت في مصر وهو اصلا معمول فخلاص، فانا ما قدرتش اسجل يا جماعه، تمام، عشان ايه محدش بس ايه يقول ان انا ما جاوبتش لحد وسبته يعني، تمام. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتك اضغط لايك وسبسكرايب للقناة عشان نوصل ليه عدد كبير ان شاء الله من المشاهدات، عشان نقدر نعدي شوية يا جماعة، عشان والله القناة القديمة حزين لسه والله عليها، كانت بتجيب مشاهدات كويسة جدا وكانت عجباني جدا المحتوى بتاعها زي ما انا قلت قبل كده. فلو كان عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة. وكان معكم مصطفى من قناة مستر بومتيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.